صافي غادة. هادشي خصو يتعاود. فاس معروفة الحرارة هاد الوقيتة هادي، مكاينش اللي كيخرج فهاد الوقيتة مغيرنا حنايا اللي عندنا شغالنا وأوبليجي خصنا نقضيوه. كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وكنتمنىكم تكونوا في افضل الاحوال واحسن الاحوال. وانتما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد، نهار جديد كله طاقه وحيويه. خارجين خارجين اليوم، ما بقى زين بوالو، وغتسافر غتمشي بحالاتها لكازا غترن، يعني في فين ساكنه هي. بون ما غنزيدش نطول عليكم، اليوم غنخرجوا مع تختي تويشيات وشي حويجات من المدينه القديمه ديال فاس. هاد لا فيديو هذا بغيتكم تعيشوا معايا فيه، غنخرجوا مع زينب نمشيو للمدينه القديمه ديال فاس، وميم طون بغيت نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو هذا شي كوارث درتهم زينب بوحديتهم. المهم ما غنزيدش نطول عليكم، خليكم معايا في هاد الفلوق هذا، وديما ديما 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 كنموت عليكم. ديالي خدينا طاكسي وجينا المدينه القديمه كما قلت لكم. هذه صحه بوجدود نورمالمون، مي ما كانش كونفينمون كتكون عامره، مي مالوغوزمون هي مصفطه. فاس معروفه الحراره هاد الوقيته هادي، ما كاينش اللي كيخرج فهاد الوقيته مغيرنا حنايا اللي عندنا شغالنا واوبليجي خصنا نقضيوه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انتم معايا هاد العشيه هادي، غنخلي لكم نخلي لكم الكوارث اللي درت في زينب. ما حدها غادا غادا راجعه في حالاتها. هاد العطله هادي اللي دوزت معاها، اللي مشيت عندها لكازا واللي جات عندي لهنايا، اللي سافرنا انا وياها العربيه، غنخلي لكم الكوارث اللي درت فيها في التالي ديال الفيديو. هاد الفيديو هذا المهم الاول نخليكم تدوزوا معايا في هاد البلوك بهاد الخريجه. كوكو زينب. ايه ايه البيدات ديالي الاغلبيه ديال الحوانت مازالين سادين. يلاه وصلنا لباب بوجلود، الله نلقاو داك السيد اللي جايين عنده على حساب لي زاكسيسوار اللي باغيها تاخذ زينب، الله نلقاو حال. المهم انتما معايا سيبون البنات، لقينا هذا اللي جايين على قبل، لقينا ديجا حال الحمد لله. طلعتي كنا خايفين ما نلقاوهاش حال، مي سا مارش حال، غناخذوا اللعيبات اللي باغيين. المهم شوما تشوفوا معايا كاع داكشي التقليدي ديال فاس عندو.
انا هنا كنقيس الحويلقات اللي عجبوني بزاف. لقينا كاينين في الدوغي وكاينين في الارجونتي، ولكن اللي عجبني اكثر هو هاد المرايا. هادي غزاله عجبتني بزاف. سولت واش يعني البيع مما كيبيعهمش، غير يعني الكليونت ديالو اللي كيجيو وبغاو يشوفوا لي زكسسوار اللي كيجربوا يمكن لهم يشوفوا فيها. فريمون حمقاتني اكثر من الحوالق، شفت فيها اكثر من اللي شفت كيجاوني الحوالق. وعجبتني حتى هاد السنيسله هادي، جربتها كتجي غزاله البنات، فيها الكحل وفيها البيض. مي انا كنموت على شي حاجه سميتها البيض. بون البنات هنا خدينا داكشي اللي جينا على قبلو، من بعد غنوريكم انفو نوصلو للدار، غنوريكم شنو خديت انا وشنو خدات زينب ليها ولصاحبتها. هنا طالعين في طلعه ديال فاس جديد، الناس ديال فاس راه كيعرفوا هاد البلايص هادي. الناس اللي ماشي من فاس كنقول لكم بان هاد البلاصه هادي تقدروا تلقاو فيها اي حاجه بغيتوها، القفاطن، القمايس، يعني داكشي اللبسات، جلالب، قندورات، داكشي كل ما هو تراديسيونيل، البليغات على حقهم وطريقهم، داكشي الجلد يعني صنع 100% مغربي تقليدي، داكشي غزال. الا تحت لكم الفرصه ما تفلتوش عليكم انكم تزوروا هذه البلاصه هذه، حيت انا متاكده 1000% انها غتعجبكم. سالينا المساريه ودابا خدينا طاكسي انا وزينب باش نمشيو للماكدو ناخذو شي كلاص ولا شي حاجه، نقصو شويه وابخي عاد نمشيو للدار. اونفا البنات وصلنا للماكدو، طلعنا الفوق نقصو في هاد التيغاس هادي، شمو شويه هاد الهواء. هنا كديسه زوينه، هنا لوطيل اللي كنت خدامه فيه في الكونفينمون. صافي حبسنا الخدمه، صافي خدينا ماك فلوري نبردو بيه شويه وكاسين نشمو شويه هاد الهواء، ارتاحو شويه وابخي عاد نمشيو للدار ان شاء الله باذن الله، وعاد نوريكم داكشي اللي خدينا بلا داتا ان شاء الله. البنات حنا رجعنا للدار، هادشي اللي خدينا من الطاكسي قلت لكم غنوصل للدار غنوريكم شنو خدينا. بون خدات زينب صاحبتها هاد السنيسله هادي كتجي مزيره، وهاد السنيسله هادي كتجي طويله هكا فيها ثلاثه، فريمون عنده داكشي واعر، واللي زعما اللي زوين عنده انه ما كيكحالوش جامي، يعني واخدين ومعاودين ومعاودين ما كيكحالوش. خدات هادو ثلاثه ديال لي غورميت بحال انا خديت بحالها، هي ديالي خديت انا هادي بحالها، وخديت السنيسله ديالها حتى هي، خديت خاتم بحال هكا زوين، وخديت هذا تا هو عجبني هذا، وخلخال فيه خميسات خديتو تا هو، خديت هاد الحويلقات هادو كيجيو هكا سامبل زوينين، وخدات هاد الحويلقات هادو كيجيو في الارجونتي في الدوغي بحال هكا، والارجونتي ديالهم هو هذا. خدات هاد الكورميت هادي اللي كتجي مع بحال هاد الخواتم هادو اللي ديجا حنا كانوا عندنا، ما تسمعوش مزيان، بحال هاد الخواتم ديجا كانوا عندنا، خدات الكورميت ديالهم. وهاد الحويلقات هادو كيجيو تراديسيونيل، هادي من خدينا من عندو، هادشي كامل عطاها لنا سوفونير ديال فاس. ايوا صافي البنات هادشي اللي خدينا من عندو داكشي زوين بزاف، لقينا يعني ديما ماشي اول مره، ديما كنمشيو كنلقاو عندو الزحام حيتاش يعني عندو لي كليون ديالو، واللي كما قلت لكم في الاول هو انه عنده هادشي ما كيكحالش كاع، يعني لبسي وعاودي ولبسي وعاودي وعاودي ما كيكحالش. هادشي علاش يعني ديما الناس عندو زحام وديما عندو الناس كيتقداو من عندو. وقبل ما نسالي هذا الفيديو هذا، بغيت نوريكم الكواريت اللي درت في زينب هذه العطله هذه. قبل ما تمشي في حالة دابا ونود نقول لها باي باي، خليكم معايا تشوفوا شنو درنا لها. فرقنا الشغال وكملي طالعه هبطه اجي رقص مناش اجي زينب.
كانت كنزه قالت لك فرقنا الشغال، كي جاك الشغال؟ نازلو شي وحده مزيانه، شوفوا الكبيره ضربناها بعدي ما غادي لها والو. هادي قطعتي لا هادي كودي كودي كندير ستوريات نسنابي لها. شوفي في عوينات كاملاتك باش نسنابيك. عرفتي عوينات عرفتي كيطلعو في ستوري سناب كيطلعو داك اللوينات د عوينات جيران طالعين. سكتي 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 كمديها كمديها سكتي ديري الخير ما تهضرش. جزاك الله خيرا في دقيقتك. هربت اجي جميعي كنزة دارت لي بيضة فراسي. شوفو بيضة اختي مزيان للشعر، غنمسحو يدينا كي جاتك اختي نات. درت الجريمه في نفس البلاصه اللي دارت لي فيها هي بيضه ورديتها ليها. جمعي جمعي بجوجنا غندخلو ندوشو. جمعي جمعي يلا هاكا كبتي الله يرضي عليك. جمعي جمعي في القطه هربات مسكينه فين القطه خلات ما كلت. ويلي ويلي ماي جاد عاد سيقت وصلك اختي ما سخيتش بك. البنات زين بغادا في حالتها غتخليني وغنمشي بغيت نخرج معاها ولكن ما قاداش داك صافي تسالات العطله اختي غادا. اجي اجي طبي اخلي طبي اختي ما سخيتش بك. تهلاي فراسك اختي تهلاي فراسك صافي غادا نسيت والو. كانت اختي نخرج معاك كي عارفه اني مريضه ما قاداش تبغى نمشي معاك تشدي الطاكس. اختي تهلاي فراسك زين باي باي. شوفي لو ما بقيتيش ترى رجعي في حالاتك. بقيت كندير بوحدي تي بون البنات الفيديو ديالنا وصل للتالي ديالو كنتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.